ولكن من أبرز الانتقالات اللي حصلت في فترة الانتقالات الشتوية كان انتقال مهاجم نادي الزمالك عمر السعيد من الزمالك إلى الجونة على سبيل الإعارة. إيه سبب الانتقال ده في الوقت اللي كل الناس كانت متخيلة أن خلاص بعد رحيل مصطفى هتكون الفرصة مواتية لعمر أنه يثبت نفسه في خط هجوم نادي الزمالك؟ ده اللي هنعرفه حالا من مهاجم الزمالك السابق والجونة الحالي عمر السعيد. عمر صباح الفل عليك. صباح الخير يا إيمان، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، أنت عامل إيه؟ الحمد لله زي الفل. عمر مشرفنا ومنورنا، والحقيقه انه قرار مفاجئ لكل المتابعين، يعني كل الناس كانت متخيله ان خلاص عمر هتبقى فرصته دلوقتي ان يكون موجود كمهاجم اساسي لنادي الزمالك، فقرارك بالانتقال للجونه هل هو قرارك ولا ده قرار النادي او قرار المدرب؟ بس لو انا حابب اهنيك على برنامجك الجديد ده، ودايما كده متالق ومنور كده الشاشه. ربنا يعزك يا حبيبي يا رب، ده من ذوقك. حبيبي والله بقى انا خدت القرار ده علشان خاطر انا الفتره اللي فاتت انت عارف ان انا ما كنتش بشارك كتير. فانا واخد القرار اصلا قبل ما مصطفى يفكر ان هو يحترف. تمام. فكنت حابب ان انا رجلي تبقى في الملعب كتير، مش عايز ان انا العب ماتش واقعد اربع ماتشات خمس ماتشات. انت عارف دايما اللاعب دايما بيحب يبقى رجله في الملعب تلعب ماتش والثاني والثالث. صحيح. زمان كنت موجود في نادي الزمالك في اول سنه. انا لما اتكلمت مع المدير الفني هو قال لي ما فيش مشكله طالما دي رغبتك خلاص اطلع ست شهور دول اعاره ونرجع تاني ان شاء الله. طب لما عرفت يا عمر ان مصطفى خلاص رايح لجلطة سراي، ده ما عدلش من قرارك؟ ما حسيتش ان ممكن الفرصه تكون افضل دلوقتي برحيل مصطفى؟ ما انا لما مصطفى احترف وما كانش فيها ان انا موجود انا او اسامه قبل ما هم يتعاملوا مع مروان وسيف الدين الجزيري، ف المستر باتشيكو كان لاعب اشرف. فانا حسيت بقى من غير ما هو ان هو مش هيعتمد عليا. فخلاص انا قلت بقى ما عشان ما اضيعش السنه دي عليا وافضل قاعد في نادي الزمالك وانا مش هيبقى ليا دور، فانا ما بحبش ان انا ما بقاش ليا دور وانا عايز افيد النادي. فقررت ان انا اطلع ست شهور دول عشان العب بشكل مستمر. عمر بالرغم من قله مشاركاتك مع الزمالك، بس انت من اللعيبه اللي ليها رصيد عند الجمهور وليها يعني رصيد كبير عند جمهور نادي الزمالك، بتشوف ده سببه ايه مع انك ما شاركتش كتير يعني؟ والله هو دي حاجه كويسه جدا والحمد لله. انا بشكر الحاجه التوفيق من عند ربنا ده اولا. ثانيا ان انا اول ما جيت نادي الزمالك انا يعني شاركت كتير في اول السنه اللي احنا انا فاكره الفدراليه والسوبر السعودي، وكان ليا دور في الفرقه مؤثر جدا في بطوله الكونفدراليه. كنت ثاني هداف الفرقه في افريقيا وثاني هداف الفرقه في الدوري. وكنت اكتر اللعيبه اللي عامله اسيستات. فهو ده توفيق من عند ربنا الحمد لله. حاسس يا عمر ان انت ما خدتش الفرصه اللي انت كنت مستنيها او تستاهلها في الزمالك؟ شويه ما خدتهاش كامله، بس انا دايما أنا تحت امر النادي في اي حاجه، ودايما ان انا بشوف ان ده قرار اول وفي الاخير المدير الفني سواء لعبتني او ما لعبتنيش انا موجود وقت ما تحتاجني هتلاقيني. بس هو بعمل اللي عليا وبتمرن جامد ولما بلعب بعمل كل حاجه عندي وببذل اقصى جهد عشان خاطر ان انا افرح جماهير نادي الزمالك وبس. طب عمر انت اتعاملت مع اكتر من جهاز فني، اكتر من مدير فني، مين اكتر مدير فني، مين اكتر جهاز انت كنت مستريح معاه في الشغل حاسس انه مقتنع بيك؟ ولا واحد ولا ايه؟ لا كلهم مدربين كبار طبعا. مفيش حد هيمسك نادي الزمالك الا بيبقى مدرب كبير، يعني نادي الزمالك مش هيتعاقد مع مدرب. لا طبعا، ما احنا طب بالتاكيد مدربين كلهم كبار. لا انا بتكلم اللي انت كنت شايف او حاسس ان هو احسن فتره ليك وكان مقتنع بيك وكان بيديك الدعم يعني. لا كان مستر جروس. مستر جروس. طبعا دي كانت احسن فتره. بالنسبه لرحيل مصطفى محمد، ده ممكن يخليك عايز تقدم الفتره اللي جايه بشكل كويس عشان ترجع تاني تقود هجوم نادي الزمالك الموسم اللي جاي؟ انا طلعت الاعاره عشان كده، عشان خاطر ان انا اطلع اقول للناس ان انا موجود. يعني انا موجود والحمد لله، انا قدمت في نادي الزمالك في اول سنه جيت فيها وكنت كويس. فالفتره اللي انا قعدت فيها دي كلها انا حاسس ان انا ماليش دور. فاهم قصدي. طب مين يعني اكتر؟ اتفضل يا عمر اتفضل. فانا قررت ان انا اخرج الاعاره دي عشان خاطر ان انا العب والعب بشكل مستمر ولما ارجع تاني اقدر افيد الفرقه تاني. مفهوم. مين اكتر حد من اللعيبه كان بيكلمك على طول بيحاول ان هو يحفزك يديك الثقه؟
والله الحمد لله، انا كل علاقتي باللعيبه كلهم بحبهم جدا وكلهم قريبين مني ودايما بيكلموني، ومعظمهم يعني معظمهم ما كانوش موافقين ان انا امشي. معظم اللعيبه قالوا لا ما تمشيش واستنى ومش عارف ايه، بس لما قلت لهم بقى لما اتكلمت مع معظمهم قالوا لا خلاص طب لو شيكابالا نزلت مع بصفته قائد الفريق يعني قال لك ايه؟ شيكابالا ده حاجه تانية الصراحه، لعيب كبير ونجم، وبص يعني مهما اتكلم عنه مش هقدر اديله حق. كان معارض ان انت تمشي؟ اه من اكتر الناس صوت معارض. طيب شفت اكيد لقاء الزمالك وغزل المحله، ومن قبليها تعادل الزمالك مع اسوان. ناس كتيره من جمهور نادي الزمالك مش فاهمه ايه الاسباب ورا النتائج السلبيه دي، انت كواحد من الفرقه دي يعني لسه سايبها بقالك كام يوم، بتشوف ايه السبب في النتائج السلبيه دي يا عمر؟ بص هو طبيعي اي فرقه، اي فرقه طول الدوري هتكسب وهتخسر وهتتعادل وكده، ما فيش حد هيفضل يكسب على طول ومش حد هيفضل يتعادل على طول ومش حد يخسر على طول. هو دايما الفرقه الكبيره بيحصل لها دروب شويه، لا وبعد كده ترجع تاني تلم نفسها وترجع تاني. بس انا بقول لك وبطمن جمهور نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك بص مصممه السنه دي على بطوله الدوري باي شكل، كلهم متعهدين على الكلام من ده. وانت شايف ان وبعدين الزمالك قادر على تحقيق لقب البطوله السنه طبعا دي يا عمر؟ طبعا فريق الزمالك احسن فرقه في مصر، لو بصيت لعناصر احسن عناصر موجوده في مصر، هي بس ساعات بيحالفنا سوء التوفيق شويه. طيب بما اننا بنتكلم على فرقه الزمالك، فاكر اللقطه بتاعتك في ماتش فاينل افريقيا اللي الناس كلها اتكلمت عليها؟ اللقطه دي في بعض الناس اخذتها بالشكل السلبي، بس الجزء الاكبر سواء بقى من جمهور الزمالك، جمهور الاهلي، جمهور مصر كله اخذها بالشكل الايجابي، ان ده لعيب راجل، لعيب مقاتل، لعيب عنده ثقه في نفسه. فانا عايز اعرف بقى تفاصيلها يا عمر. بص انا حابب اوضح لك حاجه يا ابراهيم، ان انا قبل الماتش ده اصلا بشهر كده كان جالي مزله الخلفيه، فانا لما كنت بتعلم كنت عامل يعني حاطط في دماغي ان انا لازم ارجع قبل ماتش افريقيا، لازم لازم انزل التمرين حتى لو كانت رجلي فيها حاجه، هنزل التمرين. وانا اللي عرفني كويس والقريب مني ان انا من نوعيه اللعيبه اللي انا بحب دايما ان انا كافح وعندي اصرار وميأس ابدا ودايما بعمل اللي عليا وبسيب الباقي ده حاجه من عند ربنا. صحيح صحيح. طب ايه تفاصيل بقى اللقطه دي؟ يعني انت كنت حاسس والله. بايه في التوقيت ده؟ طب تصدق بالله لا اله الا اول ما الله. الجون جه انا جريت لواحد على الدكه من غير ما من تعرف المدير. يعني من غير ما لا لا تعرف ان هو هيقول لك ايوه انزل؟ لا لا جريت لواحد على الدكه، فهو الكلام جيت تلقائي كده ان انا بحمس نفسي ان انا لسه انزل بطوله غاليه، يعني بطوله غاليه جدا على جمهور نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بتحلم بيها بقى، فلما تضيع كده بسهوله دي حاجه صعبه جدا على اللعيبه وعلى الجمهور. كانت صدمه ليك يا عمر؟ طبعا بس ان شاء الله السنه دي هنحققها، يعني نوصل فاينل السنه الجايه ناخدها، السنه الجايه اللي بعدها نوصل فاينل كده، يعني عبد الله الجيل اللي موجود في نادي الزمالك ده جيل يعني زي ما انت عارف ما بقى نادي الزمالك بقاله سنين كتير قوي ما فيش جيل زي ده. طيب عمر لو رجعنا بقى لخطوه الجونه، انت اللي سمعناه الفتره اللي فاتت ان عمر السعيد كان قدامه اكتر من عرض، اشمعنى جونه؟ ليه اخترت الجونه؟ بص انا كنت بلعب في الجونه هنا قبل كده، لعبت سنتين في الجونه ومعظم الفرقه هنا يعني كلهم لعبت معاهم واصحابي وقريبين، فانا لما فكرت قلت عشان ان انا اروح على فرقه جديده، فلما يبقى ليك حد هناك انت تعرفه مش هتاخد وقت عشان تخش في الفرقه، وغير كده المدير الفني انا اعرفه شخصيا كابتن رضا شحاته مدرب كبير، فهو اللي اتكلم معايا وحببني في ان انا اجي هنا في نادي الجونه، وكمان اداره مستقره والامور هنا مستقره جدا بتساعد اي لعيب ان هو يطلع كل احسن حاجه عنده، بس قررت ان انا اروح يعني. عمر الفترة اللي فاتت ناس كتيرة جدا بتتكلم انه مفيش فراودة مصريين كويسين في الدوري المصري، هل انت متفق مع الرأي ده ولا شايف لا ان في فراودة كتير كويسين بس محتاجين فرصة اكبر؟ طبعا في فراودة كتير جدا موجودة في الدوري المصري، بس احنا مش عايز اتكلم ايه بس. طب لا قول اتكلم. لا لا والله في فراودة كتير كويسة جدا زي مين مثلا؟ زي مصطفى محمد يعني حاجة كبيرة، حسام حسن. لا غير مصطفى، يعني مصطفى ممكن يكون اكتر واحد منور، بس غير مصطفى مين شايفه تاني منور في الدوري شايف انه مستواه كويس؟ في ناس كويس كتير والله، في حسام وفي خالد قمر وفي مين تاني، في احمد علي، في فرق، وفي صلاح امين، في فروده كبيره جدا. بس احنا
يعني الناس دايما تقول لا حاطين مشكله في المكان ده، في مشكله، هم مصدرين مشكله ان في مشكله في المكان ده. فطبيعي ان اي حد هيجي لو لعب ماتش مع منتخب مصر وما جابش جوان او ما عملش حاجه خلاص يبقى في مشكله، ما ممكن اللي يلعب فاهم ده قصدك. يصبر عليه. طب بتصريحاتك بتصريحاتك يا عمر عن علاقتك الجيدة جدا بمصطفى وقبليها علاقتك الجيدة جدا بشيكا، يعني في حالة حب وحالة يعني نوع من أنواع الألفة ما بينكم وما بين بعض كلعيبة، بس اللي بيتصدر للإعلام في أوقات كتيرة جدا عكس ده، السبب في ده إيه أنت في وجهة نظرك؟ لا 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 ما فيش كلام من ده خالص. لا لا ده اللي بيتكلم كده ده عايز يفتعل اي مشكله في داخل نادي الزمالك. الكلام ده مش موجود نهائي. انا كنت واحد من الفرقه ديت، الفرقه دي كلها كده يعني كلها واحد، ما فيش مشاكل، ما فيش، كلهم بيحبوا بعض. وبدليل الزمالك في السنتين اللي فاتوا خد 6 5 بطولات 6 بطولات. مفهوم. الكلام ده مش هيجي غير لما كل الفرقه متكاتفه وكلهم كلهم واحد، كلهم اخيرا قريبين من بعض. صحيح صحيح. اخيرا يا عمر، بالنسبه لباتشيكو، انتقادات كبيره جدا لباتشيكو خاصه في اللقاء الاخير، بتشوف ان باتشيكو هو رجل المرحله في نادي الزمالك؟ هو مش لوحده يعني، هو الراجل مش هيعمل حاجه لوحده، لازم الدنيا. انا قلت لك الفريق مش المدرب لوحده ولا اللعيبه لوحدها ولا الاداره لوحدها ولا الجماهير لوحدها، لازم الكل يبقى كله مع بعض. يعني مفيش نجم في الفرقه، كله مع بعضه اللي هيبقى، انما مفيش لعيب هيلعب لوحده. المدرب مش هيحط التشكيل مش لوحده، فاهم؟ فاهم قصدك. الدنيا كلها لازم تبقى مع بعض، الجماهير واللعيبه والاداره والمدرب كلهم بيبقوا مع بعض، الدنيا هتمشي تمام. بس المقصود يا عمر يعني باتشيكو كتدريبات كرؤيه فنيه انت شايف ان هو الانسب للزمالك في الوقت الحالي؟ ما طبعا بدليل ان دي افضل بدايه لنادي الزمالك من فتره كبيره في الدوري. اللقطات اللي انت عمرك ما تنساها مع الزمالك يا عمر في الفتره اللي انت لعبتها ايه؟ اللي عمري ما انساها؟ لا طبعا ما وقفت جون. لما وقفت جون في ماتش النجم الساحلي. لا طبعا ده اصعب، يعني اصعب لحظه عشتها في نادي الزمالك. موقف صعب جدا صح؟ لا صعب. انا تاني يوم فضلت حاسس ان انا نايم واقف في الجون، لسه الماتش ما خلصش وواقف في الجون وهيجي فيها جون حالا بقى، ولا ايه المشكله؟ طب ما لو جه لقيتش فيها يا جون عمر؟ ضربات جزاء تبقى كارثه بقى. ما لقيتش؟ طبعا كنت قلقان. انا في موقف في الماتش، والماتش بيتلعب وانا بوست جون، فلقيت رجلي واخداني لغايه واقف على خط 18. الوحيد اللي شافني عبد الله جمعه، قال لي انت رايح فين؟ ارجع ارجع. ارجع هتغرقنا. ده عمر، كان موقف صعب قوي بصراحه. عمر انت واحد من اللعيبه الرجاله، واحد من اللعيبه اللي عندهم موهبه كبيره، محتاج فرصه جيده، وباذن الله تكون فترتك في الجونه دي فتره جيده جدا، تعود من خلالها مره اخرى لنادي الزمالك، وتعود مره اخرى منها باذن الله الى منتخب مصر. حبيبي يا ايمن، ودايما منور الشاشه كده، ومبروك على البرنامج. ربنا يعزك يا حبيبي يا رب. حبيبي عمر حبيبي السعيد نجم فريق نادي الزمالك السابق وجونا الحالي، كل التوفيق ليك. من عمر السعيد، ودي كانت مداخله مهمه جدا، لان عمر السعيد على فكره واحد من اللعيبه الرجاله، يمكن ده سبب من اسباب تعلق جمهور الزمالك بعمر، او الصوره الايجابيه اللي موجوده في اذهان جمهور الزمالك نحو عمر السعيد، ان هو لعيب راجل في كل المواقف اللي بينزل فيها، في كل الدقائق اللي كان بيلعب فيها مع نادي الزمالك كان لعيب بيوري لك انه بيعمل كل اللي عنده. ممكن يكون مش موفق، الكره مش ماشيه معاه، ما اخدش فرص كبيره، لكن في الاخر بيبذل اقصى ما عنده، ودي اكتر حاجه بتفرق مع اي جمهور، ان يحس ان اللعيب بيطلع كل اللي عنده ومش بخلان بحاجه ومش موفر مجهود، بيعمل كل اللي عليه، موفق او مش موفق دي بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى.